انا غي بردان خصنا داختي ركوا داخت حصر رواكو داخت حصر رواقي ونقيم سبوه الجوف ودا غا بريد الكتيبه نقتعيا ما تستعيان ودا غا بريد مري لو بريد ادي انت ويد عدف انستافد تفلحت نقتعيا ما تستعيان ودا بريد ادي انت ويد جان جري انجرت انستافد ودا تي ركوا حرسنا رواقي ونقيم سبوه الجوف ودا السبيطار تي تخشايا نارتين ربو ارضي انت ديوان نقتيز كوا غنسي دمن ذان تيران صراحيا ورياز ندون سخدو 30 داخت يربان 30 ربو ياثر منطقه واجو ذيك سامان ذيك تلو رياز دياج يا ويا ماني سيو بريد يا ويا غروم هذه نصر بسيدنا المنطقة ني غردان جماعة فم العنصر إقليم بني ملاد أثينا على حالة الله الجماعة ذات تنين عيا غور سنطنو بيدا 30 مليون 20 مليون دا أبريد نقنا بدا فبوغ ونقنا بدا نقنا لا يوسف نقني دا دي تدوشا وراغ ديو بيتشاشا لحق نغوص ساي كتشا أثي نصر بسيدنا نغزين دا دي كان السوتورة دا غدي ساوي دا غدي سزري ما بريد ريجل ما ضرر نحسها بريدة ما مرتها وريوفة ما ماشي دوا لأن تدو دعمة دان وزيدة حوفنا أخذنا أنا شوري دعمة دان سنوناي أنا كنا سنيان وراغي وصرين قيمة جدا تدوني ربنا هذا غدوين ما ينتا حارس سنوش فيه ويرو قيمة سبوع يوف هاي رزق يوفوس ورم درسا ويرو وقيمة هاد شاند التسويع باشا ديدو سردونا دا غياسي ميادو اللي هو هذا الرزق هذا يا رب. بالطبع صدي تبي. تقلب. تقلب. ايش اسمه تقلب؟ نشلوح. 500. 500 مي؟ 500 ساي؟ واه. غير في سردان.
سيدنا نغا أطن صربي نختم باجي وتفدن تمراضيك ولو ما يدغ بجوكا ما اسمك؟ صادق زي المنطقة نميك المنطقة نغوظة هي واثقة ما اختي يوتفيد وادي وما يتشام وادي ما يتوا وادي ما يتوا وادي ما يتوا وهذا إلا إن غغبوه جوف جو غربان هي الطبيعة إذن دقت طبولها لتعلن الحرب على ساكنة أغردان فجعلتهم محاصرين بين مطرقة الثلوج وسندان السيول فهم لا يشكون من الأقدار لرب الأقدار بقدر ما يشكون تهميش المسؤولين وعدم الالتفات لمشاكلهم وحتى تلك المبادرة الملكية لإعانة سكان المناطق الجبلية من قساوة البرد لا يصلهم منها إلا الأخبار المترددة على جهاز الميديا ويبقى السؤال المطروح إذا لم يستفد هؤلاء المهمشين فمن يا ترى يستفيد؟ محمد المكاوي منطقة إغرغر دوار إغردان جماعة أم العنصر إقليم بني ملال.